Bonjour tout le monde. فخلال أسبوعين يتم قبول ملفات المتقدمين للعمل ضمن الوزير الخاص بحلقة اليوم للهجرة إلى كندا والعمل براتب شهري في مهرجانات ومجالات متعددة وكثيرة من الطبخ أيضا للتطوع براتب 19-20 دولار في الساعة ما يصل إلى 900 دولار في الأسبوع، دولار كندي طبعا أنت تحسبه على دولتك بدون أي شروط تعقيدية، فقط تصنع سيرة ذاتية في المجال الذي ستقدم له من خلال شرح هذا الفيديو. هنالك مجالات عديدة وكثيرة وبدون اختبار لغة، وهذا أهم شيء. لماذا بدون اختبار؟ لأن أنت تحضر من دولة والآخر من دولة وآخر من دولة، فتنوع الثقافات والمساعدة في أن تعرف أنت لغة الدولة الأخرى والصديق أو المتطوع الثاني الذي تلتقي به أنت، ثم تقومون بالحوار وتبادل الثقافات هكذا بدون اختبار لغة، ولكن يجب أن تكون لديك بعض الإنجليزية أو بعض الفرنسية. كيبيك طبعا فرنسي، أغلبية يتكلم بالفرنسي. تابع معي هذا الفيديو وتابع الشرح والاستمارة لكي تستفيد وتعرف كيف تقدم بعد أسبوعين لتدخل الديار الكندية وتستقر بعد انتهاء هذا التطوع. فليس كالتطوع الذي نعرفه هو أن تعود إلى دولتك، ولكن أنت بعد أن تقوم بدخول الأراضي الكندية تتعهد بالانضمام إلى هذه الجمعية وتبقى فيها لمدة معينة، بعد ذلك تجد تبحث عن عقد عمل، وعند انتهاء فرصة التطوع تبحث أنت على عقد عمل في مجال مهنتك وتبدأ في إجراءات تبديل فيزا التطوع إلى فيزا عمل. فإلى مدة إلى سنة 2025 تم تمديد هذه الفيزا، فيزا السياحة، لسنة 2025 لكي تغيرها إلى فيزا عمل. هكذا أنت تعرف طريقتك، فسوف تحصل على خطاب دعوة. خطاب الدعوة من المهرجان هو موضوعنا لليوم. طبعا هذا الخطاب يساعدك في أن تحصل على الفيزا من السفارة الموجودة في دولتك، السفارة الكندية، وإذا لم تكن موجودة فتقدم عن طريق الموقع الرسمي للحكومة الكندية وأن لديك خطاب دعوة من مؤسسة الوزير الخاصة بالتطوع. هذا الخطاب هو المستند الذي سيدعمك كي تحصل على الفيزا بدون رصيد بنكي وبدون إجراءات تعقيدية. تابع معي. كن متطوعا بعد أسبوعين يبدأ التسجيل لكي تحصل على فيزا وخطاب الدعوة من المهرجان. طريقة التقديم سهلة وبسيطة ولا تتطلب منك سوى خطوتين أو ثلاث خطوات: متوسط العمر، الصحة الجيدة، إقامة علاقات اجتماعية جديدة. هكذا. ماذا يعني بالنسبة للوزير سان كريمون؟ تطوع، جزء من الديناميك 200، وهكذا. القطاعات، ما يهمنا هو الأنشطة والمناسبات من حفلات الشتاء والهالوين والكريسماس ومهرجان الحصاد. توزع المواد الغذائية مثلا، خدمات ضريبية، مطابخ كما ترى كما ذكرنا في أول الفيديو، المطابخ الجماعية أو المجتمعية، في الحدائق الجماعية، في المجتمع، في الاستقبال، في الغرف، هذه في المواصلات، أنشطة العائلات. هنا عروض للتطوع لا يزال الموقع حاليا لم يفتح التسجيل لمدة أسبوعين، بعد ذلك يبدأ. هنا بالنسبة لبعض التعليقات لمن تطوع في بعض السنوات، تبدأ خطوتك بالثلاث نقاط في أقصى اليمين، ثم تضغط على الوظيفة لنكتشف الموقع ونكتشف الوظائف ونكتشف جميع الأشياء الخاصة به. هنا لومبلوا وبعض الصور، صورة لمجموعة من المتطوعين من عدة دول، وكما ترى من إفريقيا، من آسيا، هنالك العديد من الدول وحتى من أوروبا. عروض العمل، هنا بعض المناصب التي مضت من قبل، وهذه هي المناصب في الصيف. فمثلا تعمل كعامل مخيم مثلا. هنا بعض الفرص المتوفرة حاليا، الأنشطة، الأطفال، التخييم، هنا التطبيق التلقائي.
إذا كنت تريد أن تقدم عن طريق هذا البريد الإلكتروني إرفاق سيرتك الذاتية، ترسل لهم عن طريق هذا البريد الإلكتروني سيرة ذاتية، وتكون هذه السيرة فيها أنك تعمل في مجال صيانة الحدائق والمباني. ومن أراد أن نقدم له، ما عليه سوى أن يتواصل معنا، نقدم له ونكتب له السي في الخاص بهذا المجال، أو نكتب له سي في خاص بمجال أنشطة الأطفال. هذه كلها بعض أنشطة البالغين والمتقاعدين كبار السن. تريد أن نكتب لك سي في في هذا المجال، تواصل معنا ثم نكتب لك ونقدم لك عن طريق هذا البريد الإلكتروني للأسبوعين القادمين. ما عليكم سوى أن تتواصلوا معنا عن طريق التعليقات، اكتب لي أنك تريد أن أقدم لك وأكتب لك السي في، فتواصل معي عن طريق التعليقات وسأعطيك الانستغرام الخاص بالقناة ويعمل الفريق على التقديم لك. هذه كانت الوظائف، ثم نضغط على متطوع مثلا ما يعطيك تفاصيل المتطوعين التي تكلمنا عنها. أنا ما علي سوى أن أقدم لك. فمثلا سنذهب إلى بالنسبة للعامل المخيم، إذا أردت أن تتعمق أكثر تضغط على عامل المخيم، تضغط عليها، يعطيك أن تنزل البي دي اف الخاص ببعض التفاصيل المعينة، والهاتف سيكون بشكل طولي. فأنا آسف، لمن أراد أن يفهم أكثر يدخل عن طريق هاتفه. ثم تجد هنا بعض كونديسيون دو ترافاي، سالير اوفر 19 دولار كما شرحته في اول فيديو، 900 دولار في الاسبوع شرحتها في اول فيديو بالنسبه للبي دي اف الخاص بهم. وهنا تجد بوستولي، ستجد هنا اي سؤال ترسل عن طريق هذا البريد الالكتروني ايضا. و بور بوستولي il suffit de cliquer sur l'icône، هذا الايكون ستعمل معك في الكمبيوتر أو تعمل الهاتف بشكل يعني يظهر على أنه كمبيوتر تحمل على سطح المكتب، أو تقوم أنت بالتقديم عن طريق البريد الإلكتروني الذي أريتك إياه. ولا تنسونا من دعائكم، أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات، نكتب لك السيرة الذاتية، نساعدك في التقديم، نساعدك في الكتابة. ما عليك سوى أن تتواصل معنا ونقدم لك في هذا المهرجان الذي يطلب عدة مجالات للتطوع، ويرسل لك خطاب دعوة لتحصل على الفيزا إلى كندا.